وأتمنى أنه كل اللي بيشاهدوا برنامج ألو مرحبا تصل لهم هذه التحية من السيد الجيلي عامر. ربنا يوصل هذه التحية، وإن شاء الله دايما أنت في تواصل معنا يا سيد. قناة النيل الأزرق من أميز القنوات السودانية وأميز البرامج التي تبث على القنوات السودانية والعربية، ونعلم جميعا أن هذه البرامج يحضر من أجل مداخلات وحكاوي، وهذه القناة قناة جميلة جدا. أنا بشكركم على هذه الجهود الرائعة من المزمل، شكرا لك يا مزمل، وإحنا كمان من أسرة قناة النيل الأزرق بنشكرك.